مواقف متتاليه صدرت عن الاتحاد الافريقي تجاه الهجمات الاسرائيليه المتواصله على قطاع غزه دعا في البدء الفلسطينيين والاسرائيليين الى العوده لمفاوضات السلام دون شروط مسبقه ولدى قصف مستشفى المعمداني بغزه قال رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد انه لا توجد كلمات للتعبير بشكل كامل عن ادانه الاتحاد لهذا القصف الذي قتل مئات الاشخاص ممن اتخذوا المستشفى ملاذا امنا الدبلوماسي الافريقي حذر امام قمه السلام بالقاهره من ان الحرب الراهنه ازمه دوليه خطيره ومن الضروري الخروج منها عاجلا بقرار فاعل حول اعمال مبدا الدولتين رفض التهجير القسري لسكان غزه موقف اخر عبرت عنه عدد من الدول العربيه والافريقيه بينها المغرب وموريتانيا ومصر. السنغال التي تراس لجنه الامم المتحده المعنيه بممارسه الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف، عبرت في بيان لوزاره خارجيتها عن ادانتها للهجمات الاسرائيليه، مذكره بضروره احياء المفاوضات بين الطرفين بدورها. عربة الكوديفوار عن قلقها إزاء تصاعد التوتر الفلسطيني الإسرائيلي ودعت للسلام والابتعاد عما يقوض جهوده شعبيا خرجت مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في عدة عواصم بينها الرباط وتونس ونواكشوت والقاهرة وذكار ونيامي وغيرها